الخير، اهلا وسهلا بكل يلي عم بيتابعونا مباشره من خلال شاشه ال بي سي اي. صار وقت يوميه جديده مع يوميه 3 ويوميه 4 ويوميه 5. هالالعاب الثلاثه يلي بنقدم لكم اياهم ضمن سحب واحد، في عندكم فرص عديده للربح وجوائز كثير متنوعه، بتبلش من 35000 ليره وبتوصل لل 120 مليون ليره حسب انتم قد ايه دافعين، واي لعبه منقيين تربحوا اذا بتصيبوا الارقام. هلا خلال الحلقه بنشوف انا وياكم كيف بتتم العمليه الحسابيه. قبل ما نشوف شو رح تختار المكنه من ارقام رابحه لليله، بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه، موجود معنا استاذ جلال زيدان. مساء الخير جلال. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله. فورا بنتقل انا وياكم مشاهدينا الى المكنه لنبدا مع لعبتنا الاولى يوميه 3. يلا رقم سحب الليلة 1168، شيكوا على شبكاتكم لحتى تكونوا داخلين بهيدا السحب. منبلش مع أول طابة، صفر. الطابة الثانية، خمسة. والطابة الثالثة، سبعة. وهيك بتكون اكتملت سرير يومية 3. صار عنا الأرقام 0 5 7. مبروك لكل يلي متكسين هودة 3 أرقام. خلونا نشوف أنا وياكم كيف بتحسبوا الربح. إذا صبتون بالدور يعني بهيدا الترتيب، تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 400 مرة لتعرفوا قد ايه بترد لكم هيدي الشبكة مصاري، وإذا صبتون حيلا تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 70 مرة. هالمبلغ فيكون 500,000، 1005، 2000، 2005 أو 3000 ليرة. رح ننتقل هلا أنا وياكم للعبتنا الثانية يومية 4. معنا يومية 4، الطابات يلي رح تختارون المكنة هن 4، ورح نعلق بالجوائز تدريجيا لنوصل ل 12 مليون ليرة بهاللعبة. منبلش مع أول طابة، 2. الطابة الثانية، 6. الطابة الثالثة، وبتكتمل السيري مع الطابة رقم 6. إذا 2 6 0 6، سيري اليومية 4 لليوم. مبروك لكل حدا أخذ هودا الأربع أرقام. إذا بدور ضربوا المبلغ المدفوع ب 4000 مرة، وإذا حيلا المبلغ المدفوع ضرب 150 مرة. خلصنا من يومية 4، بقي عنا بعد سحب واحد لليلة، سحب يومية 5، واللي بيربح أعلى قيمة معنا باليومية ال 120 مليون ليرة. إلى المكنة. جود لك لكل حدا أخذ شبكة يومية 5. إن شاء الله بتربحوا الجائزة الكبرى لليوم. طبعاً لحتى تربحوها بدكم تكونوا دافعين 3000 ليرة وتصيبوا الأرقام بالدور. وأول طابة، 2. طابة الثانية، 1. طابة الثالثة، 4. طابة الرابعة، 9. والطابة الخامسة والأخيرة رقمها كمان 4. 2 1 4 9 4، سري اليومية 5 الرابحة لليلة. إذا لاعبين أرقامكم بالدور، المبلغ المدفوع ضرب 40000 مرة، وإذا حيلا المبلغ المدفوع ضرب 350 مرة. إذا هول كانوا نتائج سحبتنا الثلاثة لليلة، إن شاء الله أكبر عدد منكم اليوم يكون صاب هودي الأرقام. هلا رح نرجع نأكدكم منهم كلهم بتابلو، لكن هالمرة مع أستاذ جلال، تفضل. سحب يومي رقم 1168 لنهار الخميس 21 تشرين الأول 2021. أرقام الرابحة لسحب يومي 3 0 5 7، لسحب يومي 4 2 6 0 6، لسحب يومي 5 2 1
4-9-4. شكرا لك جلال. مشاهدينا مبروك لكل حدا ربح معنا الليله، برجع بقول ان شاء الله تكونوا كثير كثار. مبلغ كاش من لليبانيز دي جو بهيدي الفتره ما بيشكي من شيء وبيفش الخلق. انا برجع بلاقيكم ان الله راض نهار الاثنين بصحب جديد. من هلا لوقتها كتروا شبكاتكم، ما حدا بيعرف كيف بيبرم دولاب الحظ. بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده والى اللقاء.